يا السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ كلشي بخير. المهم مرحبا بكم في قناه انس فلوغ. كي لقيت اول مره كتشوف هذا الفيديو ما تنساش دير واحد الشي واحد ابوني وتفعل الجرس. المهم اليوم غنوريكم واحد التطبيق يعجبكم بزاف، تطبيق تاع الدردشه كيفاش تهضر مع الكور. المهم التطبيق واش عجبني انا، ما حيكون فيه الاعلانات وما حيقول لك خلاص ولا حمدي. المهم التطبيق هذا جبتو لوك لي كيقولوا داك لي ما فحالهمش، فهمتي؟ خلي انا ما قادرش على اصحاب العاقه. المهم بلا ما نتبع لكم، دخلوا بلاي ستور نكتبوا تيكت. هذا هي غطلع هي الاولى، نكتب تيكت غطلع سي هي. المهم انا ديجا مستاري هو عرفتي فتح. المهم راه داخل لي انا، دخل ندخل لي بلاتي كدير ديك اوبن فتح. ها هو ديجا هادي هي الصفحه الرئيسيه ديال التطبيق. المهم حيت كتدخل ما كيطلعش لك، كيقول لك بتكون فيرمي مع يا فيسبوك يا جيما انت غتشتي اللي بيتي، فهمني؟ صافي غتعمر داك الشيء مو بلا هذاك. كتدخل الاعدادات راه كاينه بالفيلم، كيقول لك الا كنتي بنت راه كتشتي بنت، كنتي دري شتي دري. المهم السن، المرة اللي بغيتي تلاقى معاه ولا الراجل، الدولة، المدينة ما تفوتهاش، العرق خليته هو بلا ما تغيرو. انت لعب بزاف على العمر وعلى الدولة. صافي المهم داكشي اللي بغيتي انت. صافي المهم راه الصفحة تاع البحث راه باينة هاديك، كتدخل القائمة تاع الدول. المهم هما الدول راه باينة، هاي الميريكان، بريطانيا، أستراليا، كندا، إيسلندا. المهم دوك الدول راه باينة، انت راه غتعرف الدولة مع من غتهضر، فهمتي؟ المهم انت راه غتشتي، المهم راه كاينة 202 دولة، فهمتي؟ انت راه راه ما شتي. المهم نختارو بريطانيا حيت كدير بريطانيا. دابا مروك هذا هيا تبدل، هيا تولي يونايتد ستيت اود كيندوم، عفوا. صافي قد كتشفت لها لا ولا، المهم فهمتي بحال هكا كتصيغ، ما كيقول لك لا اشترك في التطبيق لا والو، فهمتي؟ هادي زانا خاطر ما عرف كيبان لك رسائل النت، تما راه كتشد فيهم باش مزيان هنا بعد ماشي عنصري. ايه يهضر معاك، شفت الواتساب تاعو، تدخل معاه تكون كتا معاه على ربا دبر كيما يقول. صافي المهم التطبيق راه باين وساهل، فهمتي؟ ماشي شي تطبيق واعر ولا صعيب. صافي كتجي عاود تاني للدوله، المهم كتبقى انت كتشتي اللي بيتي، مكسيك، دنمارك، فنلندا، السويد، اسبانيا، البرتغال. المهم انت راه تعجبك. المهم الصفحه الرئيسيه راه كتقادا، فهمتي؟ راه باينه الصفحه الرئيسيه. كت دابا اللي كيدخل البروفيل تاعك كيشوفك علاش داخل الجروب، علاش داخل التطبيق. صافي هذا هو التطبيق، وشكرا على المتابعه.